أخبار اليوم. كل الإخراج المسرحي لخالد جلال رائع وحاجة جميلة ومشرفة. الباليه اللي تقدم كل التحضيرات رائعة، وأعتقد عندنا ضيوف من مصر هم يقولوا كمان رأيهم. تحيا مصر، حاجة جميلة جدا جدا. وأستاذ عمر الشريف وأستاذ نور الشريف، أنا يعني الحمد لله، بس يستاهل أكتر إن شاء الله، يستاهلوا أكتر بإذن الله. شكرا ليكم ومبروك على نجاح المهرجان. شكرا لمصر.